لكل ست بعتت لي مشكلتها. اقول لكم على حاجه بصراحه، يعني احنا ستات ما تربناش على حته الخصوصيه، يعني لان اهالينا طيبين قوي، اللي هم الجيل القديم ده كانوا طيبين وعلى سجياتهم وفي عفويه وفي صراحه زياده، فكنا متربيين في بيوت طيبه قوي قوي بزياده، مش ماشيه مع الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. فانا بنصح كل بنت وكل ست احترمي خصوصيتك، مش لازم تفتحي حياتك كلها على البحري، تبقيش كتاب مفتوح لاي راجل يدخل في حياتك، لان حقيقي زي ما في الحلو في الوحش، زي ما في اللي هو متربي كويس وعنده متوازن نفسيا وسوي نفسيا، في رجاله كتير جدا غير سويه تماما، فاول ما تحكي كل حاجه يمسك عليكي اسرار كمان ما ينفعش انت تحكيها له، يجي يبتزك عاطفيا بعد كده، وزي ما دايما كنا بنقول البنات صورك ما تتبعتش، حاجتك ما تتقالش، فخلي بالك دايما يبقى عندك صندوق كده، صندوق اسراري ما يطلعش لحد خالص، لا صاحبتي الانتيم ولا اختي ولا جارتي ولا حد خالص، انا شايلاه ليا عشان افضل عايشه بصحه نفسيه، لان طول ما الراجل واخد ان انت بتتعاملي باحترام وبتقدير ومش ماسك عليكي غلطه ومش لاوي دراعك، فانت هتتعاملي وانت براحتك، غير بقى ما انا قلت له ما انا عدت له ما انا يا ريتني ما قلت له، تفضلي تأنبي نفسك طول الوقت وجلد ذات حاجات انت بنفسك اللي طلعتيها من بقك، اقفلي بقك خالص وخلي اسرارك جواكي انت بس.